اكمل حديثك عن موضوع اللقاحات اللي سوى ضجه دكتور. ستي، موضوع اللقاحات اشرت بشكل واضح الى انه اكو لقاحات تسببت من مرض ايدز على الاطفال، مستندا الى اولا بيان صادر من وزاره الصحه يشير بصريح العباره الى وجود اطفال، اثنين معلومات خاصه، ثلاثه تحليلات ووثائق من نفس عوائل الاطفال. طلع وزير الصحه مشكور السيد بس خطأ بالتعبير، من قال ان الحصبه غير مشموله بالايدز او غير ملوثه. ما انا ما اجي بالطار الحصبه، بالعكس انا ادعو العراقيين الى التمسك بلقاح الحصبه، الموضوع يخص لقاحات سابقه، وانا اطلب التحقيق وفق الادله اللي عندي. الحاله موجوده، بل الحاله معترف بها، لكن ما معقوله يطلع يعني رجل سياسي يقول نحن ننتظر القاء القبض على بشير حكيم عملي. انا اريد تحقيق، روح القي القبض. هسه ما قاموا دعوه عليك بكل الاحوال وانت متعود على الدعوه، لكن انطيني معلومات على شنو استندت بها دكتور. العالم داخله انذار من وراء هذا التصريح، ترى الناس خايفه. لقاحات كوفيد دخلت للعراق، وعندي افلام واسماء اطفال، وعندي وثائق تشير انه الشركه الفرنسيه اللي سبق وان دخلت لقاحات لا تزال هي تدخل لقاحات، إضافة إلى أفلام فيديوية تثبت هذه الحالة على الأطفال بالذات. عندنا وزارة الصحة تقول عندي 2134 إصابة، لكنه لا تقول إنهم أطفال. أما البيان يقول لا وجود 7 أطفال. أنا بالاستقصاء وصلت إلى أكثر من 2000 طفل، راح نقدم هاي الأدلة، لكن هذا ما له علاقة بحملة الحصبة. والدليل أنا اليوم أطفالي أو عزيزتي يعني يتلقحون، هذا الموضوع ما أريد به لغط. وبعدين مو ما عندنا إحنا الأطفالنا ذولا، يعني ما ممكن إحنا نوقف عملية كبرى اللي هي لقاحات الأطفال بالحصبة. أكو لغط صار وبالغت باللغط نفسها وزارة الصحة. أنا أؤكد وأثبت ولن أتنازل أن هناك إصابة بالإيدز للأطفال تمت وتنتشر حاليا، سببها لقاحات سابقة. هذا الموضوع جيد. نعم هسه هاي وضحناها. نروح شوي نسولف بزيارة رئيس الوزراء. ما متفائل أنت بكل طروحاتك، ما متفائل لا بالزيارة ولا بمخرجاتها، والدليل البداية اللي دخلت بها بحديثك بموضوع واشنطن وذهاب الوفد. ستي احنا اولا خلينا نحدد، هل احنا نحب ونحكي لو نكره ونحكي؟ انت كنت اللي قبل وقت قريب واثق بمحمد الشاعر السوداني كرئيس للوزراء، كمنقذ. انا كمعارض اردته ان يكون منقذا، لم يكن، خاب الظن بان يكون منقذا.